لا مو عاجبني ولا عاجب حدا من أهل الحارة كلهم. عمره ما حدا يعجبه، لا أنت ولا كل أهل الحارة، وهذا آخر كلام بسمعه منك مختار. ماشي يا وفي ماشي، إذا كانت هي أوامر سيدك غازي أنا رايح شوفه وأفهم منه ليش عم يساوي. روح لكم بالكراكون. رح أروح. هذا الختم اللي على الدكاني ما حدا بيشيله ولا حدا بيفتح الدكاني، وأي واحد بيتجرأ وبيفتح الدكان بيتحمل كل المسؤولية. عم تفهم الحكي يا جميل؟ ماشي. يلا وراي، يلا السحيب. كبرت مختار، كبرت. القصة لازم نحلها بسرعة قبل ما تكبر أكثر من هيك، ما نعود نقدر نحلها. يلا يا شباب، كل واحد على شغله. يلا روي صبري. بتضلك تضرب فيه وتخلع بيجريه ليعترف انه هو قتل الولد، وعن سبق اصرار وتصميم ويبصم عليها بالعشرات. طلقت له لحتى يقول انه هو قتل الولد، هيك ساوي سيدي؟ ايه هيك بتساوي. امرك سيدي امرك. اسمعني لك، اذا ما سمعت شعيره لهالمكتب بدي انزل حطك بداله وكل اهل الحاره يسمعوا شعيرك. امرك سيدي امرك. بدك تعترف مشان علق مشنقتك بنص الحاره. نايمة ان شاء الله. الله ينعم عليك ويرضي والدينا ووالديك. الله يسلمك. والله يا اخي هلا بجميل شغلته ما لقيلي. صغيره بكره بيطلع شنو معلش. والله مو صغيره شغلته، مو صغيره. ليش بقى مو صغيره؟ يعني انت برايك ابو جميل ما له ايد بمقتل الولد؟ شو هي مقتل وما مقتل ابو محمود؟ الولد مات موتة ربه. لكن ليش غازي افندي عم بيتهمه انه هو اللي قتل الولد؟ دخلك؟ بدي اسالك، انت كم مره متحكم عن ابو جميل انت وعيالك؟ اي خير الله. انت قلت بعظمه لسانك، ويا هل ترى شو رايك بحكمته؟ ايدي على راسك تحكي الصدق. والله يا عمي شهاده لله حكمته ما في، ووصفته بإذن الله ما بتتنى. يا عيني عليك، أنت يلي قلتها، فهمني بقى لشو، شلون بقى أبو جميل بده يقتله؟ وشلون بده يغلط هالغلطة هاي؟ معقول؟
مظبوط، بس هيك غازي افندي عم يقول. يا سيدي يقول يلي بده اياه، المسكين محروق قلبه على ابن ابنه، الله يصبره. امين يا رب العالمين. امين يا رب. يا الله. ان شاء الله ما تغزي يا عمي ابو جميل، انا عبد مأمور. خذ بصملي هون. لك عمي انا على ايش بدي ابصهم؟ علي قلته. لك يا عمي انا شو قلت لي؟ شو قلت؟ قلت لك ما قتلته. والله يشهد علي ربي ما قتلته، والله ما قتلته. يا عمي ابصملي على هالحكي. هات لشوف. ايه انا على هذا الكلام ببصم. انا بعرفه لغازي افندي بده يعمل لي مشكله مشان يعلي لي مشنقتي قدام العالم. بعرفه. والله يخرب بيتك يا عمي. ان شاء الله ما تاخذني يا ابو جميل، انا مو طالع بايدي شيء. والله مو هاين علي اللي عم بيصير فيك. بعرف والله بعرف. انت ما دخلك. يا عيني عليك. ابصم لي هون هلا. راح ابصم بس بالاول بتقول عند ابو عامر وبتحكي له كل شيء صار معي. ايه بتأمر امر ابو جميل. بتأمر امر. يلا وينه؟ ايه هون هون. واذا اعتزت اي شيء انا حاضر. يعطيك العافيه سيدي، يعطيك العافيه. الله يخرب بيتكم. سيدي مالي بده يفصل لحتى أرى شو كتبت. أيوة. يعني قصدك تقول إنه ما رضي يعترف إنه هو اللي قتل الولاد؟ لا سيدي ما رضي. ماشي. سيك. نقلع من وشي. نقلع. أنا بعرف شلون خليك تعترف إنك أنت اللي قتلت الولاد. أخي أبو جميل غلي. شنو بشير افندي اكد انه الولد كان عايش لما جابه لدكانه ابو جميل. مزبوط كلامك درغام. مزبوط، لانه ابو جميل هو عم يعطي الدواء للولد، الولد تشردق وما. ايه معناتها بيستاهل يندك بالسجن. بيستاهل اللي كان ما بيستاهل يهزه بدنه. الله لا يقيم الشده عن قلبه. امين يا رب، لانه ما بيفهم شغلته بس. ها لا، الحكيم ابو جميل بيفهم بشغلته ومعروف بشطارته ومعروف انه افضل حكيم بكل حارات الشام. ما اختلفنا، بس امي الله يرحمها كانت تقول غلطة الشاطر بألف وأب جميل غلط ومات الولد. لا عمي، أب جميل ما غلط، الولد خالص عمره. خالص عمره قلت لي لك ماشي. إيش كان هالقصة صايرة معك ولا مع أبوك ولا مع أخوك؟ اتحكيت هيك؟ لك لك عمي، اللي إيده بالمي مو مثل اللي إيده بالنار. بس مو الحق عليكم لك عمي، مو الحق عليكم. أساساً نحن ما عاد بقدر نحكي كلمة الحق. لا فيك تحكي كلمة الحق، بس وقت تسمعها من الطرفين، مو تسمعها من واحد وتغفل عن الثاني. قصدك أب جميل ما بيستاهل يندك بالكركون وياكل فلقة كمان؟ لا، أب جميل ما بيستاهل، شنو ياما خادمك وياما خادم أهل حارتك. أخي أنت قصة مالك فيها، خليك بشغلك وترك كل شيء لحال، وقل لك شغلة تضرب أنت وأب جميل سوا. تضرب منك لحالك، أبو جميل من كباريات الحارة وما حدا بيقدر يجيب معدله بالناقص غصبا عنك. أنت شو عم تحكي بنا؟ مثل ما سمعت، وإن ما عجبك ترمل من هون. أهلك ما شد له، عم تقلعني من دكانتك يا ناطل. أبلعك وبقلع لي أكثر منك. شباب صدوا اياه. ليه؟ بدي اعمل قضايا ومراجل، بعملها برات الحاره، عندي هون ما في زعرمه. شو عم يحكي عن موقف لا تملك ماجد؟ انت سمعت؟ انا سمعت، حتى قال لي ما سمع. انت بتامر عمي براتي؟ عدوا لشو؟ سيك جيب لي صحن فول جديد، بدي اكل. بدك قرن فليفله؟ اهلين اهلين سيدي. معلم ابو عامر هون؟ تفضل تفضل. ايوه بابا. منيح منيح اللي لقيتك هون يا معلم ابو عامر. اهلين عمي وفين، خير؟ ابو جميل بيسلم عليك وبيقول لك لازم تتدخل بقى بقصته. شو صار معه لحد هلا؟ غازي افندي
سلخ وفلقها لأبو جميل من كعب الدز. لا لعمة. اي والله، والمسكين أبو جميل ما عم يقدر يدعس على الجنية هلا. لعمة، هذا روح عقلاته. ها أنا سابقك على الكراكون، ماشي؟ أنا جاي وراك. يخرب بيت قلبه، لك أبو جميل انضرب فلقة؟ شيء صياع عرف إنه زلمتك هو اللي قتل قرايبه نايف. عارف؟ وشلون عرف هيك؟ سهلة، حدا شايف زلمتك وعم يقتل برات الحارة ومخبره وطايب على شيته. وشو كمان؟ بده بدل منه ثلاثة، وأنت أوله. فشل في عينه، خلي يعتب باب الحارة حتى كومه بأرضه. ايوه، الصياح ما راح يفوت لعندكم على الحارة، راح يصطادكم واحد واحد. شو رأيك مظهر بيك؟ كمل. تتغدوا فيه قبل ما يتعشى فيكم. تغدى فيه قبل ما يتعشى فينا. شلون يعني؟ يعني واحد منكم بيقتلوا صياح، هيك أحسن لكم. بيلطيله بالأرض، هو طالع من بيته، بيناولوا هديك الضربة وبنخلص، ولا مين شاء ولا مين دري. مظبوط، مظبوط كلامك. سلام. سلام بيك. وقت على وين راي؟ لك شو وين راي؟ رايح وصله. مضبوط وصله. روح انضرب على قلبك وجيب لي دعدوش وتعال بسرعة. مشي. يا باطل. الله يستر. هذا اللي عم تعمله بحق أبو جميل غلط، غلط كبير يا غازي أفندي. يا أبو عامر جاي تعلمني شغلي؟ ما هيك قصدت. أنت بتعرف وأنا بعرف إنه ابن ابنك رحمة الله عليه مات قضاء وقدر. هذا الكلام مو صحيح بنوب، مو صحيح بنوب. أبو جميل هو اللي سبب بموت حفيدي. إيه نعم، رح يبقى بالسجن لحتى يعترف إنه هو السبب بموته. وقدام القانون لا في لا كبير ولا صغير، ما حدا أحسن من حدا. أنو قانون وأنو عدل يا غازي أفندي؟ زلمة قرر يساعدك وما قدر. يا أبو عامر، أنت رجال محترم، بس ما بسمح لك ولا بسمح لغيرك يتدخل بشغلي. ايوه. يعني شو بفهم من الحكي؟ حيطلع أبو جميل اليوم ولا لا؟ ما رح يطلع من الحبس لحتى يخلص التحقيق. هذا شغلي، خليك بشغلك يا أبو عامر. شو عليه؟ بس هذا الشيء اللي عم تسويه يا غازي أفندي رح يكون له نتائج ما حتكون راضيان عنها. نو. أنا بعرف مصلحتي ومصلحة أهل حارتي. الله معك. إيه؟ شو عليه؟ هلا إذا كان هو كبير الحارة بفكر حاله بيقدر يطالع أبو جميل من السجن، ولك أنا غازي أفندي والله خلي الكبير فيكم يحط راسه بالتراب. والله يا سميح، سميح. مار سيدي. اسمع يا ابني. نعم. هيا رجال من رجال حارة القصب بيجي لهون ليتواسط لأبو جميل، ممنوع يفوت على مكتبي، مفهوم؟ مفهوم سيدي. الله معك. احترامي. شو يعني عمي ابو عامر؟ غازي ما رضي يخلي سبيله لابي يطلعه من الكراكون؟ والله ما رضي يا جماعه، مع اني حاولت معه كثير، بس فالج لا تعالج. ابو عامر؟ يعني غازي افندي لوين بده يوصل؟ شو بده؟ مختار، غازي افندي بيبس راسه ومقتنع انه ابو جميل هو سبب موت ابن ابنه بشير، لذلك بده يحقق مع ابو جميل ويمكن يحوله على القلعه. شلون يعني بده يحقق معه؟ ما هو بالاصل اتهمه انه قتله ابن ابنه. خلصنا مختار، خلصنا. الشغله مبينه، الجماعه بدهم يتبلوا ابي. بسيطه يا غازي، انا بفرجيك. جميل، شو بدك تعمل؟ بتشوفي شو بدي اعمل. جيت اني اقعد واسكت وحط رجل على رجل وابي ملحوش بالكراكون؟ هي مو ظابطه معي منوب مختار. جميل، ما بصير هيك، فهمنا شو بدك تعمل. ما بعرف مختار، ما بعرف. المهم اني ما راح اسكت منوب، وخاصه على الفلع اللي اكل ابي. جميل، وقف لك، وقف حكيني. معلش مختار، نحن ما بنرضاها انه ابي يندك بالسجن ولا يرفع فلا. لك يا ابني، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعرف يا أبو حسني، الشغلة حتكبر كتير كتير. آخ يا أم عزو، آخ شو عم يصير معك؟ طولي بالك أم جميل، طولي بالك. تفضل كمان. يسلموا إيديك يا نجوحة. تفضل. يسلموا يا أمي.
بإذن الله رح يطلع من الحبس. يو كل الناس بيشهدوا له وكل أهل الحارة بيعرفوا مين هو أبو جميل وشو أخلاقه. لازم يطلع يا خالتي. معقول عمي أبو جميل اللي بدو داوي الولد تكون هيك جزاته؟ ما بيعرفوا إن الموت علينا حق؟ إيه حبيبتي بيفكر هيك اللي بيعرف الله. بس غازي أفندي إذا بدو يظلم الناس لازم يعرف إنه في رب يعبد بيوقفوا عند حده وبينتقم منه. والله أنا خايفة رجال تعلق مع بعضها وتكبر القصة. لا تخافي يا أم جميل، لا تخافي حبيبتي، كبارية الحارة إلا ما يلاقوا حل للقصة وما بيخلوها تكبر أكثر من هيك. الله يسمع منك يا حق. ليكي خلي أملك بالله كبير، بإذن واحد أحد فرد صمد ما بتلاقيه إلا جاي لهون، بس وكلي الله ونعمة بالله. والله ماني عرفانة شو بدي أقول لك يا أم جميل، بس ما بعرف حاسة هيك كأنه في حدا ورا القصة، لأنه مو معقولة تمغم غازي أفندي يقلب ضد جوزك هالقلبة هي، لا ويبعت ابنه لحتى يطلق بنتك المسكينة. ما كان في شي بيناتنا، ونزلت أنا وسعاد على السوق وجهزنا العرسة على أساس الأسبوع الجاي عرسه. أنا قلبي مانو مطمئن، حاسة كأنه في طبخة عم تنطبخ من زمان على نار هادي مشان يوقعوا بيناتهم. يو شو هي؟ ما بعرف، شاكة كأنه في حدا هيك عم يحفر لكم من تحت لتحت وانتو مالكم درياني. بس ستي ان شاء الله يكون شكي مو بمحله. شو قال ابو عامر والمختار كانوا عندك؟ يا اهلين وسهلين. اهلين وسهلين، مصر بيك. تفضل. خير ان شاء الله. اهلا وسهلا. ايه سيدي كانوا جايين لعندي ليتواسطوا لطالع ابو جميل من عندي من السجن. وسطوا ما شاء الله عنهم، بدل ما يقولوا عنه غلطان وارواح الناس مو لعبه بين ايديه. اخ شو بدي لك، هذا الكلام اللي عم تحكيه بحكيها كابل وبوم الطيبين من امثالك. الله يخليك بيسلمك. وانت شو ناوي تعمل؟ حتطالعوا لابو جميل؟ طالعوا والله لا اسلخ جلده سلخ، لخليه تختخ بالسجن تختخه. هذا اللي قتل حفيدي، حفيدي يا مظهر بيك اللي كنت شوف كل الدنيا من ضحكته. بصدق، والله بصدق، لأنه ما أغلى من الولد إلا ولد الولد. والله يا مظهر بيك قلبي قلبي بكي عليه دم. يا رجل شو عم يصير؟ وين صرنا بآخر الدنيا؟ الناس ما عاد عندها قلب ولا شفقة، ما عاد في ضمير. أبو جميل رح ينال جزاته وسكرت له الدكان، رح خليه عندي هون مشان ما يقتل حدا بعد ما قتل حفيدي الغالي. ايه وشو عم تستنى؟ حولوا على القلعة خليهم يشنقوه. ايه رح حولوا، بس ناطروا لحتى يعترف، يعترف ويبصم. ليش لهلا ما اعترف؟ ما رح يعترف، لأنه عارفان حاله، بس اعتراف راح فيه شنق. ايوه ونفرض ما اعترف، مع انه هو اللي قاتله للغالي ابن الغالي حفيدك، شو حتساوي؟ بده يعترف غصب عنه. ونفرض ما اعترف؟ إذا ما اعترف ساعتها أنا بعرف شو بدي ساوي، بدي أخذ حقي بإيدي. روح الله يقويك عليه وعلى أولاده. على أولاده؟ عفوا مظهر بيك، يعني شو دخل أولاده؟ شو دخل أولاده؟ يعني أنت فكرك أولاده رح سكتولك حتى لو طلعت أبوهم براءة من الكركون بعد الفلقة المرتبة اللي قادها لأبوهم؟ ولو ومو بس أولاده، كل الحارة ناطرينك، أعدائك صاروا كتار. مزية شحني شحني ابن عمي. وين كنتي؟ بيت لموني. أهلين تقبرني. أهلين أختي، شلوني؟ الحمد لله من الله. شلونك مطيعة؟ الحمد لله ابن عمي. الحمد لله. اسمعي فوزية، أمرني. أي قدام أختي؟ ها الولد بدك تتفضيله على شربة مي، على أكلي، على طلعة، على فوتي، بدك تديري بالك عليه منيح. على الأسطوع ما في طلعة بنوم. خير تقبر عظامي. شوفي مثل ما عم بقلك ساوي. حاضر مثل ما بدك أخي. وليش خايف عليك هالقد؟ لك أختي والله موتة ابن بشير بهالطريقة خربطت لي عقلي. الولد راح بشربة مي بين إيدين أهله. بس أنت رجال مؤمن وبتصلي وبتخاف الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اللي صار مع ابنه لبشير هذا يا أخي مقدر ومكتوب وعمره خالص. سلم أمرك لله وتوكل عليه.
والنعم بالله لك أختي، بس الحرص واجب. ماشي أخي ماشي، راح ندير بالنا عليه مثل ما بدك وأكثر. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. هيني فوزي. حاضر أمي. الله يحفظ له يا بجال حبيب المصطفى. ريحت شو؟ ريحت شوي تولي؟ تبع شباك شباك ليش ما عم تفهم علي؟ ويا أحلى كاسة شاي. سلموا. الله يسلمك. ليش ما عم تصدقني؟ عم اقول لك شفته بعيني واقف قدام باب بيت معلمه متلبك وفايت بحاله. لكن بيكون عم ودي غراض لبيت معلمه لك عيون شباك. شباك ما كان حامل شيء بايديه، كانت ايديه فاضيه، وانت ملاحظ معي كيف كتراني روحاته على بيت معلمه بسهيل. اي والله. روحاته العبود كتراني على بيت معلمه بسهيل. شو بدها تكون نيته يعني؟ ما بعرف، ما بحط بزمتي كداس، بس مبينه. لأنه بنته لأب سليم الله يستر عليها انكشفت عليه. شو أنا حكي لك حامي؟ مثل ما عم لك قداس، حتى أنا شفت وشك اليوم. سبحان الذي خلقها، سبحان الذي خلقها، هالوش حولتني حول حولتني. إيه لا إيش كان هيك؟ أنا القصة فيها إلنا، لازم ما نسكت عليها بنوب لك حامي. شو بدك تعمل لك قداس؟ اوعك تقول لي انه بدك تقول له لاب سليم، اوعك، هي الشغله ما فيها لعبه بنوبة. لك يوم عنا يا شو شايفني اجدب انا لاروح اقول له؟ عامر ما بدي اياه يطلع برات البيت بنوب. يوه بس هو بحب يروح لعندك ابن عمي. حتى لو بحب ما بصير يطلع. خلاص مثل ما بدك. بعدين ضرايرك ما بصير يخدموه، عم تفهمين؟ وحياة عيونك التنتين، ما بقى خلي حدا يخدمه. هيك ها، لأنه الولد لما أمه بتخدمه غير الخالي مرت أب. معلوم تقبرني معلوم، شنو ما بيحس بالولد غير اللي حبل فيه واللي شعبه. الحق معك يا فوزية، هذا الولد ما عنا غيره، وإن شاء الله يا رب ما ننحرم منه. ربي يورجيك يا عريس يا حق. ما فهمت، يعني ما بدك تجيبي غيره؟ لا يو، كيف ما بدي اجيب غيره؟ طبعا بدي اجيب غيره. ايوه الله يرضى عليك يا فوزية. بعدين من هون لشهر بدي اسمع خبر حلو. ان شاء الله تقبري. ان شاء الله ان شاء الله. شو ينام الكراكون يا مو؟ علي ما علي لكسر الكراكون فوق راسه الغازي ايش كان ما طلع اليوم ابي؟ هاي صارت الدنيا ليه؟ ولهلا ما طالعوا. بعد شوي رايح الكراكون، رح طلعوا بالقوة. شو مفكر الفوتي على الكراكون سهلة لك اخي؟ سهلة ولا صعبة؟ مو فارقة معي. المهم ابي ما لازم ينام بالكراكون. يا اخي الله يخليك، خلينا نفكر بالعقل، أحسن ما نساوي لنا شي قصة نقوم ندم عليها بعدين. شو يعني؟ نسكت ونخلي أبي نام بالكراكون ونلبسه التهمة تبع غازي؟ لا أخي ما حنسكت، ونجد الجد رح نورجيه لهاد اللي اسمه غازي أفندي شي لسه ما شافه لا هو ولا كل عائلته. طولوا بالكم، شو بدكم تعملوا؟ أبي بده يطلع من الكراكون، يعني بده يطلع من الكراكون. إيه بس مو هيك؟ كيف لكن يا أمو؟ بتروحوا لعند كباريت الحارة بتستشيروهم وبتقلولهم يوقفوا جنبكم. كل أهل الحارة ما طلع بيدهم يعملوا شي، وغازي أفندي محتم إنه لبس التهمة لأبي، وأنا ما رح أسمح بهذا الشيء ولو على روحي. عيد الشر عنك يا أم شهيرة. الداخلية بلدنا صارت بيد الفرنساوي، وغازي أفندي واحد منهم. مو بس غازي أفندي، ابنه بشير واحد من زلمهم. لمين بدك تشتكي؟ ولا تنسي غوره وقراره بالعرفي. يو شو هذا العرفي؟ أختي صار يحق لأي واحد عنده سلطة أنه يحبس الناس على كيفه ويوجه لهم أي تهمة وما حدا بيقدر يحاسبه. وغازي أفندي واحد من السلطة، لذلك بيقدر يلم أي حدا يحطه جوا وما حدا بيحاسبه. هلأ هذا هو العرفي؟ إيه هذا هو العرفي. ومنين إجانا هالقانون؟ هذا مو قانون أختي، مو قانون. لكن شو؟ هذا قرار بياخده الحاكم بحالة حرب. يعني الفرنساوي إجا عبلدنا واحتلنا بحرب،
ومشان يضمن سلامته وسلامة عساكره، ومشان يضمن إنه ما حدا يوقف ضده كمحتل، أصدر هيك قرار. مو بس هيك، ممكن إذا واحد عمل أي شيء يحبسوه ويحكموه إعدام كمان. إيه إيه، الله لا يوفق الظالم إلهي يا رب. إمتى كان المحتل رحيم؟ طول عمره ظالم. ولا نسيتي الأتراك كانوا أطرب؟ لا والله ما نسيت ولا بعمري رح أنسى. الله لا يوفقه شو ظلمنا وشو جوعنا وشو قهرنا على ولادنا اللي راحوا ببلاش. الله يرحمكم يا أخواتي، الله يرحمكم ويحسن إليكم. بركي لسه ما ماتوا أخواتك؟ لا أختي لا، ماتوا شو بموت. وشو عرفك أنت إنه ماتوا؟ خلاص عرفت شو بدك أنت. منين عرفت؟ عرفت. اللي شلون عرفت؟ يا أختي، في واحد بعد ما انتهت الحرب وخسرت تركيا اجى لعنا عن حارة لعند المخدار، حكى له القصة وعطاه شي من أترون. ومين هات؟ هلا شو بدك فيه؟ قلنا لك بعد ما خسرت تركيا هذا الزلمة كان عم بيحارب معهم، قدر ينفذ ورجع لأهله. هو قال أنا دفنتهم بإيدي، بدك أكثر من هيك؟ ما بدي أدري إن شاء الله، إن شاء الله عليهم. يا شهيرة يا أختي، أنا أصلاً وقتها خبيت عليكم لأنه بعرف رح تزعلوا وبعرف شو رح يصير فيكم. شلون؟ شلون ما بدك يعني ازعلوا؟ أحزن على أخواتي، هدول أخواتي اللي من لحمي بدمي. الله يرحمهم، الله يرحمهم ويرحمنا جميعا. الله لا يوفق كل واحد ظالم إلهي يا حق. أنا من امبارح بدي أشوفك لما صارت الموتة، لقال لك إني حكيت مع رئيس الفلكوني طالع، وكان اللي طالع لو ما سبقني معلمك وأغلى سبيلك وكتر خيره. وكتر خيرك أنت كمان يا مصر بيك. معلمك أبو عامر رجال له وزنه وتقله بالحق، وكلمته ما بتصير تنتين. والله معك حق، يعني هو تأخر شوية شوي ليحكي بأمرك، بس الحمد لله هي طلعت. الحمد لله. بس غريب، كسر المحل لماجد الفوال وسلخ وقتلي حاشك لك. هلا صحيح ماجد الفوال معطر وعلى قد حاله، بس بيستاهل القتله، ولولا هيك ما كان غريب سلخه. ما هيك معلومه صار بيك؟ اساسا انا شو لي معه لحتى اضربه غير انه هو رفع زنيفته وطلع علينا بالعالي. زنيفته؟ ايوه عجبتني هيك. ليتني كنت معك في محنتك لأخفف عنك، ليتني أستطيع المكوث بجانبك لساعات طوال، لكنا رسمنا الدنيا بأشكالنا التي نريد ولوناها بألواننا التي نحب. صبري، اشتقت لك. سامحيني لأني شغلت عنك، ما حسنت شوفك، مع أني كتير مشتاق لك مثل ما أني مشتاق أشوفها ببرات السجن. سامحيني لأني تأخرت بطلب إيدك من أهلك لهلا. وين بدي نام يعني؟ بالبوايكية عند معلمي. بالبوايكية؟ أنا مستغرب أبو عامر شغلة واحدة ما في غيرها. شو هي مظهر بيك؟ يعني واحد مثل أبو عامر مقتدر ومليان، شو بتفرق معه إذا اشترى لك بيت تتقاوى فيه؟ بيت إلي أنا مظهر بيك؟ وليش لا؟ مو أنت شغيله وصل لك عمر عم تخدمه؟ مزبوط كلامك مظهر بيك، أنا من وقت ما كنت صغير وأنا عم بشتغل عنده. مو بس هيك، لازم نجوزك كمان، يعني قصة جوازتك والبيت كله على بعضه شو حتكلفه لأبو عامر؟ زلمة مقتدر مو مقتدر؟ معك حق، عمي أبو عامر معه مصاري ليوم المصاري. حامد اللي معلم تعطيه لغريب مفتاح البيت اللي بآخر الحارة، خليه يسكن فيه قد ما بده. أمرت يا سيدي على راسي. والبيت مفروش وجاهز من مجاميعه، ومو ناقصه شيء. لا والله ناقصه شغلة واحدة.
العروس تبعك. بدك يعني اسكن ببيتك مظهر بيك؟ ولو شو فيها؟ ما انت من اهل الحاره ونحن لبعض. يعني اذا معلمك ابو عامر فايدته هي القصه لانه مشغول، نحن منسد محله. كتر خيرك يا مظهر بيك، بس يعني هذا الشيء اللي عم تساويه معي كثير. لا انت رجال قبضاي ومعدل وعجبتني. هلا بتسكن بالبيت وشوي شوي بجوزك بنت الحلال وتكاليف الجوازي على حسابي. بدك تجوزني كمان مظهر بيك؟ رح جوزك اشرف بنت بكل الحاره، حسب ونسب واهلها من عيله كبيره كمان. ومظهر بيك اذا حب حدا بيكرمه، وحظك حلو حبك كثير مظهر بيك. الناس لبعضها يا حامد، واهل الحاره هيك لازم يكونوا مع بعض، يساعدوا الصغير قبل الكبير، فهمت؟ كتر خيرك يا مظهر بيك، والله اللي ما بيعرفك بيجهلك، وانا شو ما عملت ما راح اقدر ادلك معروفك. ما في شيء من واجبك، الله يقدرنا على فعل الخير. علي يا ابدا. والله خلي كل اهل بيته يبكوا عليه دم، والله والله خليهم يموتوا من القهر. بدي يعني دوا يلي دقتو، عم شفت.
صدقتني لما قلت لك انه عم تحكي معه وهو عم يحكي معه. مصدقك انا حامد، مصدقك. شلون شفت لي اياها؟ بزري بتطير العقل، توقف القلب يا زلمه. شو طيبه؟ لك انا ما عم بحكي على البزري، عم بحكي على بنته الابسري. بنته الابسري حلوه كثير كثير حلوه. شو جابك لبيت معلمك أبو سليم؟ أنت وين وهنين وين يا عبود؟ قد ما ركضت ما رح تقدر تتزوجها. شنو هي فوق فوق وأنت تحت تحت تحت. لك قدر تديب حميد؟ لا يا أبو الجمال، بس أديب أمور ترخص لك الروح. بدي منك تأمن لي فرد. شو 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 فرد شو صوتك فضحت لشباب. شو بدك بالسلاح انت؟ مو هيك مربع؟ شو بدك فيه؟ عاوزه بدي اياه ضروري. ايه بشو عاوزه؟ بدي اطبخ فيه، بدي اعمل محاشي. سيب حسابي حميد، عم بحكي معك عن جد. عاوزه وقد ما كان حقه بدفع. ايوه انا اعمل لك واحد، بس بدك تستنى علي يومين ثلاثه اربع خمس ستش. ماشي بستنى، بس وينك؟ بدي اياه فرد على كيف كيفك، ضربه ما بخين. لك علي جيب لك فرد بقوس وبينشن لحاله، بدق له بيرقص، بتحاكيه بيرد عليك. عم استناك، سلام. الله معه. تقبرني، شو جاي على بالك اليوم طبخه؟ بعت لنا اغراضها مشان اطبخ لك. ماشي ماشي. ياه تقبرني، شايفتك مهموم شبك. ايه والله يا فوزية، مهموم على ابو جميل اللي فات على حبس الكراكون ظلم. ايه الله يفك اسره يا حق. امين يا رب. يلا تقبرني، اطلع مشان تكسر السفرة. فوزية ناوريني المصاري اللي حطيتهم معك. يو انو مصاري ابن عمي؟ شو انو مصاري؟ لك العشرين ذهبية اللي حطيتهم معك قلت لك خبيهم منيح. ايه تذكرتن على عيني. يا منيح اللي تذكرتيهم، هاتيهم بسرعة هاتيهم. حاضر تقبرني. يلا حاضر. يلا الله يرضى عليك. لك شو نسياني وين حاططيهم؟ شاني عم حطه تقبرني وليه انت بدي استنى؟
والله ما نقدر، يعني انه عندك شغل من على بكره، يعني الدنيا لسه على بكير. الله اكبر. لك مطيعه، انا ما قلت لك حطي كسر السفره من على بكير لانه ابن عمي عنده شغل، قلت لك ولا ما قلت لك؟ يوه، امتى قلتي لي لك فوزيه؟ كمان صايره تنسي؟ صدقني يا ابو عامر ما قلت لي. حصل خير، حصل خير. اخي تكي وبيكون السفره جاهزه، عود. رح افطر البوايكيه، يلا. الله معك ابن عمي، الله معك تقبرني. هيك خليتوه روح بدون ما يكسر السفرة؟ بس الأكل جاهز. مدام الأكل جاهز ليش ما حطيتوه من بكير؟ هاد يلي صار شهيرة خانو. لك أنا كم مرة صرت مفهمتكن وما عم تفهموا؟ ابن عمي ما بيصير يطلع برات البيت بدون ما يكون كاسر السفرة. كم مرة؟ ليش إمتى ابن عمي طلع من البيت ومانو كاسر السفرة ست فوزية؟ والله مرات كتير يا ست كاملة. لك خافي ربك، خافي ربك بقى. خلصنا بقى أنت وياها، كل وحدة على شغلة. يلا تأمري شهيرة خانو. والله يا بنت حماية، من وقت اللي راحوا لعند الحكيم هدول التنتين ما بعرف شو صار لهم، جنوا فرد مرة. قلبي وشوقي